ومشاهدينا ينضم إلينا من كربلاء مصطفى، هو أحد المتظاهرين المطلق سراحهم والذي تم اختطافه أو اعتقاله بين هلالين. مصطفى هل تسمعني؟ أسمعك أستاذ العزيز. الحمد لله على سلامتك. أولا هل لك أن تطلعنا كيف تمت عملية اعتقالك أو اختطافك؟ في تمام الساعة 2:30 ظهرا من مساء يوم الجمعة، بأي تاريخ؟ يعني كالعادة في تاريخ 6/12/2019. نعم. توجهنا من ساحة التحرير للخروج إلى منازلنا في كربلاء. كان عددنا 12 واحد مع الساق، يصبح 13 نفر. فتوجهنا إلى السعدون حيث هناك السيارة يعني مالتنا مركونة. فأثناء صعودنا بالسيارة ما تحركنا يعني مسافة قليلة جدا بالسعدون. توجهت لنا قوة يعني وتطوقتنا من كل الجهات. قوة أمنية؟ صعدوا لنا للسيارة. قوة أمنية؟ هل كانوا مدنيين؟ هل كانوا مدنيين؟ لا. لا لا لابسين عسكري. طيب. طيب مصطفى. ايه ركبوا بالسيارة يعني. يعني من ناحية الصوت مالتهم انبطح انبطح، ضع يدك على رأسك ومن هذه الأمور. فانبطحت خليت يدي على رأسي ورضى. الأوام طبيعي، سحبوا موبايلاتنا من عندنا، توجهت السيارة بعد ما نقدر نشوف وين، يعني مسافة تقريبا 20 دقيقة تمشي بينا السيارة. فوصلنا بناية، هذيك البناية يعني صادرة كل ممتلكاتنا من حزام، من محفظة، من محبس، من ساعة، من كل شيء يعني مقتنياتنا. فكان دراجن يعني شخص قاعد على اللابتوب و سجلهن وقال مقتنياتكم كلها ترجع لكم وانتم تطلعون. بارك الله بكم، شكرا شكرا. طيب. توجهنا الى بنايه اخرى تم احتجاج في الممر مالتها. يومين احنا محتجزين بالممر، بعد اليومين تم ترحيلنا الى قاعه كانت في هذا الممر. قاعه تحوي سجناء ولا قاعه فارغه؟ قاعه تحوينا فقط احنا 13 نفر. اوكي، تفضل. طيب. هل تعرضتم إلى تعذيب؟ هل تعرضتم إلى تعذيب، ضرب؟ يعني هنالك من يتحدث أن معظم المعتقلين يتعرضون إلى تعذيب بشتى الأنواع، هل تعرضتم لأي نوع من التعذيب؟ كهرباء. هل هناك يعني في أماكن عدة من الجسم؟ أماكن عدة، يعني كنت سأسألك أين، لأنه أيضا كانت هنالك معلومات أنه كل معتقل يتعرض إلى الكهرباء في أجزاء محددة من الجسم ولكن ليس أماكن يعني عدة. طيب، خلال العملية هل تم استجوابك؟ أماكن عدة بالضبط. يتم التحقيق معنا، لكن التحقيق كان يعني ما مبني على صيغة أو شيء، يعني كان تحقيق فقط لغرض الترهيب ولا أكثر. طيب تحقيق ماذا؟ يعني ما هي الأسئلة التي سئلتم بها؟ يعني أسئلة من يمولكم؟ كيف تأخذون قوتكم؟ من هو الداعم لهذه الأطعمة التي يعني تعملونها والكرنفالات الغاقية ومن هذه الأمور؟ قلت له احنا كل نشاطاتنا يعني مدنية ثانية في فكة التربية في كربلاء. طيب، هل أجبروكم على الاعتراف بجرم أو شيء؟ في كربلاء. يعني أول شيء كان تحقيق، يعني قلت لك بالتعذيب. الاعتراف بشيء ما مسوي، يعني ما صاير هذا كلش. فأنا من يعني قدرة التعذيب والمرات فيه، فقلت له أنا أوقع على أي مستند أنت تريده هسه، أي اعتراف. فقال يا مصطفى كاظم أنا مو من هذا النوع اللي أوقعك على فد شيء يعني يقصم ظهرك أو فد شيء. أنا أريد من عندك معلومات لا أكثر. فقلت له أن المعلومات اللي عندي كلها أنطيها، إذا تريد أكذب علي أعطيك معلومات أخرى عادي. بس قلت له أنا هاي الحقيقة اللي قاعد أحكيها. طيب مصطفى، هذا كان الوضع معك، ماذا عن الآخرين؟ هل تم اتباع نفس الأسلوب؟ واحد من المعتقلين كان اسمه علي ماجان، علي كريم ماجان. علي كريم يعني مواليد أكبر من عندنا، كنا مواليد 85. نعم. علي كريم ماجان ما رضخ للأوامر من أول ما ركبوا العجلة وأعطانا أوامر بالانبطاح وعدم رفع الرأس ومن هذه الأمور. فعلي كريم كان يتحدث معهم شنو الجرم اللي مسوينه، انتم وين ماخذينه؟
فكان يتعرض للضرب حين يتكلم. طيب يعني مصطفى، هل لك أن تصف لنا من هم هذه القوة؟ يعني هل أنت؟ لا أستطيع. لا تستطيع. طيب هل هددوك؟ من ناحية التهديد يعني خارج القاعة يعني ماكو أي تهديد، يعني من طلعنا نعتلوا آسفين ومن هذه الأمور، وأنتم بعد شوفوا حياتكم، ويعني أمور مال شام مثل ما تقول، إحنا مشتبهين بك آسفين مو أنت. مشتبهين بك. طيب هل وقعوك على ورقة؟ أني؟ وقعنا على 5 أوراق. ما الذي تحويه هذه الأوراق؟ حسب قول هو ضابط التحقيق اللي كان يحقق معي يقول هذه يعني عبارة عن صكوك. صكوك. طيب يعني أنت كنت معصوب العينين حين وقعت على هذه الأوراق؟ أكيد. واضح. أكيد أنا من دخلت إلى خروجي معصوب العينين. طيب مصطفى، هل ستعود إلى ساحات التظاهر؟ هل أنت يعني تنتوي العودة إلى ساحات التظاهر من جديد؟ هذا شيء متفق عليه، وأكيد أرجع يعني وأرجع بقوة، لأن أكو ناس كانت ما تظاهر، فبعد ما شافوا التعذيب اللي مرينا به والاعتقال طلعوا رغما على أنوفهم، لأن قالوا مو بس أنت زلم، إحنا أمهات رجال. يعني أنت لا تخشى أن تعتقل مرة أخرى؟ الحقيقة لا أخشى. أنا أثناء التعذيب طلبت منها قتلي ولا تعذيبي، لأن التعذيب يعني شيء. طيب أثناء التعذيب هل سمعتم أصوات يعني أطلاقات نارية، ربما يعني أطلقوا النار من أجل الترهيب أو محاولة قتل شخص، ربما يعني حتى يجبرون الآخرين على الاعتراف؟ لا، بس المعلومة يعني كانت غرف محكمة، يعني صوت التحقيق إذا أنا أتكلم بالغرفة الخارج ما يسمعني، يعني غرف محكمة، غرف خاصة معزولة. يعني معزولة غرف معزولة. طيب معزولة تقدر، أي نقدر نقول معزولة. هل سمعتم أصوات نساء مصطفى؟ لا. يعني لم تشاهد أو لم تسمع أصوات نساء معتقلات؟ القاعة اللي دخلنا بها مرقمة برقم 5، يعني أكو قاعات أخرى، ربما طوابق أخرى ما ندري، بعد عندنا معلومة يعني دقيقة عنها. مصطفى الحمد لله على سلامتك اولا، وان شاء الله يعني تكون بخير. شكرا جزيلا مصطفى. هذا كان مشاهدينا احد المعتقلين من مدينة كربلاء، وتم اطلاق سراحه يوم امس. مشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل.